أهلا وسهلا بكم زمايلي الأعزاء، مدرسي مادة الساينس لصف الرابع الابتدائي وأولياء أمور طلبة الصف الرابع الابتدائي اللي داخلين السنة الجاية 2023. حابب أبلغكم في الفيديو ده عن الأجزاء اللي تم حذفها من المنهج والأجزاء اللي تم تعديلها. حصل حاجتين، حذف وتعديل. طيب مبدئيا كده احنا كان عندنا في يونت 1 4 concepts وفي يونت 2 4 concepts. تعالوا نتعرفوا ايه اللي حصل في يونت 1 وايه اللي حصل في يونت 2. في يونت 1 كان عندنا كونسبت 1-1 اللي هو اسمه ادابتيشن اند سرفايفل. في الكونسبت دوت اتعدل فيه ثلاث صفحات، انا اسف اتحذف فيه ثلاث صفحات. ايه الصفحات اللي اتحذفت فيه؟ انا هقول لكم بالظبط الصفحات اللي في كتاب المدرسه اللي اتحذفت من المنهج. لو رحنا كده على بيج 19 في كتاب المدرسه هنلاقي في بيج 19، اهو ادي دي بيج 19، هنلاقي في بيج 19 اكتيفيتي اسمه Identifying Adaptations. ده اكتيفيتي 8، الاكتيفيتي ده هو كانسلد. هو في الحقيقه الاجزاء اللي انا هقول عليها ملغيه ديت هي مش ملغيه، هي هتبقى للاطلاع فقط. يعني احتمال في كتاب المدرسه السنه اللي جايه يا اما يسيبوها زي ما هي ويكتبوا عليها ان هي للاطلاع فقط، او تبقى مش موجوده اصلا في كتاب المدرسه. فاول حاجه اكتيفيتي 8 ديت اللي هي ايدنتيفاينج ادابتيشنز اللي في بيج 19، بيج 19 الجزء دوت ما بقاش موجود في المنهج. دي اول حاجه. تاني حاجه عندنا في بيج 24 وبيج 25 الجزء اللي كان بيتكلم على الدايجستيف سيستم للكاو والايه والدوج. بيج 24 و25 ادي الجزء ده اللي هو اكتيفيتي 10 كان بيكمل كلام عن البادي سيستمز، فكان اخد الدايجستيف سيستم في الهيومن وكان بيكمل الكلام عن الدايجستيف سيستم في الكاو والدوج. الجزء ده اتلغى في بيج 24 خلاص ما بقاش موجود، وبيج 25 كمان ما بقتش موجود. ده اللي اتلغى من كونسبت 1-1، يعني الكونسبت الاولاني في يونت 1. طيب تعالوا ندخلوا بقى على كونسبت 1-2، يعني الكونسبت التاني في يونت 1. الكونسبت التاني في يونت 1 كان اسمه senses at work. وفي الحقيقة الأجزاء اللي اتلغت من senses at work دي أجزاء لا تذكر، مع إنها كتيرة بس أجزاء لا تذكر وتعتبر حاجات ما كناش بنشرحوها أصلا. يعني لو رحنا كده على بيج 42 هنلاقي activity اسمه activity 3، هو ده كده activity 2. نروحوا كده على activity 3 ده اهو اللي هو using our five senses. الجزء دوت بقى cancelled، ده في بيج يا جماعه في بيج 42. طيب لو رحنا كمان لبيج 48 هنلاقي في activity تحت كده كان مكتوب عليها go online to complete this activity، يعني كنت لازم تروح على النت عشان اصلا تعرف ايه هي الاكتيفيتي دي. القصه ان احنا ما كناش بندخل اصلا عشان نشوف ايه الاكتيفيتي وما كناش بنشرحوها، فهو بيقول لك ان دي بقت للاطلاع، فيعني احنا كده كده ما كناش بنشوفوها. دي كده في 48. كمان عندنا في 51 نفس الكلام، 51 اهو اكتيفيتي 9 اللي كان بيقول لك go online to complete this activity، الكلام دوت ما بقاش موجود خلاص. طب عندنا كمان activity 15 في page 62، activity 15 في page 62 اهو برضو نفس الكلام، حاجة كانت اصلا ما يعني حاجة لا تذكر، ده كده اتلغت. فاحنا عندنا شوية activities اتلغت ودي لا تذكر في concept 1-2. فالجزء اللي اتلغى في senses at work الكونسبت التاني في يونت 1 يعتبر جزء لا يذكر، او تقريبا حاجه ما فيش حاجه اتلغت وباقي الكونسبت زي ما هو. طيب لو دخلنا على الكونسبت اللي بعده اللي هو كونسبت 1-3 اللي هو كان بيتكلم على light and sight، الكونسبت التالت في يونت 1. الكونسبت التالت برضو اتلغى منه حاجه بسيطه وكمان اتلغى حاجه زي اللي هي في كونسبت 1-2 من الاجزاء اللي ما كناش بنبص فيها. طيب زي ايه؟ زي اكتيفيتي 5
دي كده activity 3. عايزين نروح على activity 5. activity 4 دي كده activity 5 اللي هي دي في page 72. activity 5 page 72 اللي هي hands-on investigation دي اتلغت. hands-on investigation اللي هي light observations دي اتلغت من أول page 72. دي اتلغت كمان page 73. كل الحاجات دي احنا طبعا ما كناش يعني بنبص لها اصلا، يعني مش عارف ايه التعديل الجوهري اللي حصل. 74 اتلغت 70 ده activity 6. activity 6 ده برضو اتلغى. light is energy، مع ان الجزء دوت كنا بنقولوه كان ذات أهمية. انا مش عارف برضو هو اتلغى ليه، يعني في حاجات ما كانش المفروض تتلغى اتلغت، وحاجات ملهاش لازمة قالوا عليها ان هي اتلغت، يعني مش عارف الوضع مش ازاي. 75 دي اتلغت و 76 دي اتلغت. طيب بعد كده عندنا activity 10 في page 84. ادي activity 10 page 84 برضو نفس الكلام. activity 10 في page 84 اللي هو site model، يعني كان activity كان المفروض الطالب بينفذه، وبرضو الجزء دوت بقى cancelled. طيب عندنا كمان activity 12 في page 88. من page 88 لpage 90 activity 12 اللي هو stem in action. ده كان بيتكلم على ازاي دكتور الرمد بيعالج عيوب الابصار، اللي هو how do optometrists help us see. الجزء دوت ايه اتلغى activity 12. ده كان page 88 دي اتلغت. طبعا برضو كان جزء فعلا ده تقيل، ما كانش يعني تقيل على الطالب يعرفه. page 89 دي cancelled، وبرضو page 90. ده كده الجزء اللي في الكونسبت التالت في unit 1. طب تعالوا بقى على اخر كونسبت في unit 1 اللي هو communication and information transfer. ده الكونسبت الرابع في unit 1. عندنا في page 96 activity 3. ادي activity 3 اللي هو في page 96 اللي هو كان بيتكلم على اللغات، طريقة التواصل عن طريق اللغات اللي هو alphabet and written language. activity 3 ده اتلغى، كان بيتكلم على اللغة الهيروغليفية واللغات التانية. 96 دي اتلغت و 97. عندنا كمان activity 9 في page 109. activity 9 page 109 ده كده activity 9 page 109. الجزء ده كده كان بيتكلم على communication systems، كان ازاي الانسان بيتواصل مع بعض عن طريق الساتلايتس والسيل فونز والكمبيوترز. طبعا الجزء ده اتلغى activity 9 اللي هو page 109 بس. طيب ده كده الاجزاء اللي اتلغت في unit 1 كلها في الفور كونسبتس اللي علينا. طيب بعد كده هندخل على يونت 2. يونت 2 اللي كانت بتتكلم على الانرجي، تعال نشوفوها. بتتكلم على الانرجي وبتتكلم على الموشن، كان بتتكلم على اجزاء كتير. تعال نروحوا على يونت 2. ادي يونت 2 اللي كانت بتتكلم على الموشن. تعالوا اقول لكم ان في تعديل حصل في يونت 2، مش بس في اجزاء اتحذفت، لا ده كمان في تعديل. يونت 2 في 2022 كان فيها 4 كونسبتس، كان فيها concept 2-1 و 2-2 و 2-3 و 2-4. في الحقيقة حصل تعديل ان concept 2-3 دوت كان بيتكلم على السبيد، والconcept دوت canceled كله ما عدا اتنين activities، هما 2 activities بس. في 2 activities اترحلوا بقى مع concept 2-4. في 2 activities شالوهم من السبيد وبقى في كونسبت 2-4 وزودوهم، وباقي الاكتيفيتيز بتاعه السبيد اتلغت. تعالوا نشوفوا بالظبط ايه اللي اتلغى في 2-1 و2-2 وايه التعديل اللي حصل في 2-4. طيب وطبعا 2-3 اتلغى، يعني السنه اللي جايه لما نيجي نفتح الكتاب هنلاقي 2-1 2-2 2-3 بس، اللي هو اصلا 2-3 دوت كان 2-4 السنه اللي فاتت. السنة اللي جاية هيبقى 2-3. طيب تعالوا نشوفوا بقى الايه التعديل والأجزاء اللي اتلغت. طيب
عندنا في concept 2.1 activity number 7 في page 147. تعالوا نروحوا كده على page 147. ادي كده page 147 اهي في activity 7، نفس الكلام اللي قلناه قبل كده اللي كان بيقول لك go online دوت، ده activity بقى للاطلاع فقط. كمان عندنا activity في page 150 activity 9، ده اللي كان بيتكلم على launching a satellite، ازاي الساتلايت كنا بنعمل له اطلاق. الاكتيفيتي دوت برضو بقى ايه؟ بقى canceled. ده في page يا جماعه page 150 في كتاب المدرسه. طيب ده كده 2.1. طيب الكونسبت 2.2، كونسبت 2.2 اللي بيتكلم على الانرجي اند موشن، اول اكتيفيتي اتلغت فيه كانت اكتيفيتي 3، هتبقى اكتيفيتي 3 في بيج 164. اكتيفيتي 3 في بيج 164، ادي اكتيفيتي 3 اللي كانت بتتكلم على انرجي ان كلاس روم، برضه كان اكتيفيتي ما كناش بنشتغلوها اصلا. ادي page 164 دي اتلغت، و page 165 دي باقي activity ايه؟ باقي activity 3، 164 165. طيب بعد كده عندنا activity 10 page 175، ادي activity 10 page 175. page 175 كان بيتكلم على energy transformation in engines، يعني تحويلات الطاقة اللي بتحصل جوه محركات العربيات. الجزء دوت بقى ايه؟ بقى canceled. طيب عندنا كمان في page 182 activity number 13، activity 13 ادي activity 13 كانت بتتكلم على kinetic energy and potential energy in winter sports، الرياضات الشتوية. activity number 13 اتلغى اللي هو 182 183، الأجزاء دي اتلغت. ده concept 2.2. طيب احنا اتفقنا ان concept 2.3 كده، احنا كده خلصنا 2.2، عايزين ندخلوا بقى على concept 2.3. اهو كان في الكتاب اصلا بتاع 2022، ده الكتاب اللي انا بفرلكوا منه، ده 2022. كتاب 2023 ده لسه منزلش، بس التعديلات نزلت. فالconcept ده مش هتلاقوه موجود في كتاب المدرسة الطبعة الجديدة، مفيش كونسبت هتلاقوه مكتوب عليه سبيد. كونسبت 2.3 السنة اللي جاية هيبقى بتاع الكوليجن، هيبقى بتاع الكوليجن باسم الكوليجن، ماشي كده؟ ايه اللي حصل؟ الكونسبت بتاع السبيد في 2 اكتيفيتيز منه هيتاخدوا ويتنقلوا للكونسبت، الكونسبت بتاع الكوليجن. تعالوا نشوفوا الاكتيفيتيز اللي هتتاخد من كونسبت 2.3 بتاع السبيد. اول اكتيفيتي هتبقى اكتيفيتي نمبر 4 في بيج 191 اكتيفيتي 4 اهو. الاكتيفيتي 4 basics of speed ده علينا ما اتلغاش. اكتيفيتي 4 basics of speed ده ما اتلغاش من السبيد، ده هيتنقل هيبقى اكتيفيتي، ده كده اهو هيبقى activity 5، activity 5 في المنهج الجديد. خلاص ده كده basics of speed اللي هو page 191 ده علينا ما تلغاش. وكمان page 192 كان بيعرفنا يعني ايه speed والmeasuring units بتاعت السبيد وهكذا. طيب عندنا كمان تعديل تاني اللي هو activity 5 اللي بعده على طول، activity 5 measuring an object's motion، ده في page 193 اهو. الاكتيفيتي ده مازال علينا، الاكتيفيتي 5 193 و 194 ده مازال علينا، اللي هو Activity 5 دوت هيبقى السنة اللي جاية Activity 6. Activity 6 في الكونسبت بتاع الكوليجن، هيبقى Activity 6 في الكونسبت بتاع الكوليجن.
وباقي الاكتيفيتيز بتاعه السبيد كلها ملغيه. يعني احنا اخذنا ايه من السبيد؟ اخذنا اكتيفيتي 4 في السبيد في كونسبت 2 3 واخذنا اكتيفيتي 5 وباقي الاكتيفيتيز اتلغت. باقي الاكتيفيتيز اتلغت. يبقى احنا كده المفروض ندخل على كونسبت 2 4 على طول نعرفه اللي حصل فيه. ادي كونسبت 2 4 كان بيتكلم على energy and collisions. energy and collisions طبعا احنا ضفنا له 2 activities من الاكتيفيتيز بتاعه 2 3 اللي هو السبيد. طب هل الكونسبت ده نفسه اتلغى منه حاجه؟ اه اتلغى. اتلغى activity number 13 في page 236. activity 13 في page 236 نروح عليها. أنا آسف، Activity 11 أهو، Activity 11 في page 236، ده cancelled. الجزء بتاع الـ Crash Investigator اللي هو إزاي بنحقق في لو حصل تصادم، الجزء ده اتلغى، page 236 و37 أهو page 237 ده cancelled، وكمان الجزء بتاع 238، دي الأجزاء اللي ملغية. يبقى الـ Concept 2.4 دوت كونسبت 24 اتضاف له، ضفنا له 2 اكتيفيتيز من الكونسبت بتاع السبيد، وكمان لغينا منه الاكتيفيتي 11. لغينا منه الاكتيفيتي 11، ده التعديل اللي حصل في كل المنهج بالصفحات من كتاب المدرسه. السؤال الاخير اللي ممكن يكون بيدور في دماغكم، منين انا جبت التعديلات ديت؟ التعديلات ديت احنا جبناها من كتاب الاضواء، كتاب العلوم. انا جبت عرفت ايه الاكتيفيتيز اللي اتلغت من كتاب العلوم الاضواء باللغه العربيه، وعرفت ايه الاجزاء اللي اتلغت والاجزاء اللي اتعدلت، وعلى هذا الاساس طلعت الاجزاء ديت من كتاب المدرسه وكمان الصفحات، وحبيت ابلغها لكم واشارككم معايا في التعديل اللي حصل في منهج الصف الرابع الابتدائي.